أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. أدلة الجبريين تلخصت في ثلاث، ناقشناها في المحاضرات السابقة، وانتهينا إلى أنه لا يوجد دليل متقن من الكتاب أو السنة على مذهب الجبريين. توهم أن هناك دلالات وأن معنى هذه الآيات هو أن الإنسان مسلوب الحرية، لا يملك اختيارا، ولكن وجدنا أن هذه التوهمات باطلة ولا تستند إلى أساس صحيح من اللغة ولا فهم عرفي مقبول. وألحقنا بذلك موضوع الندم، فقلنا بأن الإنسان فطريا لا شعوريا غريزيا يؤمن بأنه مختار وليس مجبرا، وإلا فلا معنى لندمه. أي معنى لأن يندم الإنسان على عمل ويقول لو كنت أفعله لكان أفضل، أو لو كنت لم أفعل هذا لكان أفضل؟ أي فائدة أو أي معنى، أي محتوى لهذا الندم لو كان الإنسان مجبرا في تصرفاته، لا يملك حرية ولا يملك اختيارا للقيام بشيء؟ بعد هذا نجد التفويض في مقابل الجبر، وإذا التفريط الشديد بحق إرادة الإنسان واختياره من قبل الأشاعرة، جاء المعتزلة وأطلقوا يد الإنسان، أثبتوا له الحرية المطلقة في الأفعال. الأشاعرة كانوا يقولون بأن الإنسان مجبر ولا يملك اختيارا، لا حرية له في التصرف، إرادته كالعدم. في مقابل ذلك جاء المعتزلة وقالوا بالعكس، قالوا أن الإنسان هو الفعال لما يشاء، هو الحر المطلق، قد فوض الله تبارك وتعالى إليه أموره فلا شأن للإرادة الإلهية في تصرفاته وفي مصيره. فإذا المعتزلة أرادوا أن يفروا من شبهة الجبر، من إشكال الجبر، من محاذير القول بالجبر، فقالوا بالاختيار المطلق، قالوا بالتفويض المطلق. في الحقيقة الاختيار حد وسط بين الجبر والتفويض، يعني نستطيع أن نقول أن الاختيار هو نفي الجبر، وهو مشترك بين التفويض بالمعنى الذي نفهمه والاختيار بالمعنى الأخص. فإذا الأشاعرة فرطوا بحق الإرادة الإنسانية، والمعتزلة أفرطوا في إعطاء الاعتبار والصياغة الأساسية له. فجاء المعتزلة وأطلقوا يد الإنسان وأثبتوا له الحرية المطلقة في الأفعال، أفرطوا في هذا الجانب، ولكنهم فرطوا بحق الإرادة الإلهية، انتقصوا دور الله تبارك وتعالى في تسيير الكون. فالقول بالتفويض وحرية الإرادة، وحرية الإرادة الإنسانية، حرية الإنسان في أفعاله، وعدم خضوع الإنسان وإرادته لإرادة الله تبارك وتعالى، لم يكن هذا كله إلا رد فعل لعقيدة الجبر الخاطئة. وبما أن رد الفعل عادة يكون متناسبا مع الفعل نفسه، حيث يكون الفعل قويا وعنيفا، يكون رد الفعل أيضا عنيفا في مواجهته. ولذلك لا نستطيع أن نحكم بالدقة
أن نحكم بالمتانة في تصورات الذين يقومون بعمل نتيجة لرد الفعل. المسائل الاعتقادية يجب أن تكون بعيدة عن ردود الفعل، يجب أن يكون أن تكون بعيدة عن الهوى، بعيدة عن التعصب الأعمى، بعيدة عن هذا اللون من الإحساس الشديد للاستنكار ورفض عقيدة معينة فينتج منها إفراط بجانب آخر. المسائل الاعتقادية يجب أن تكون موضوعية، يجب أن يبحث الإنسان دروح من النزاهة العلمية الموضوعية التي تستند إلى دليل وبرهان. نقول لأصحاب مذهب التفويض: إذا كانت إرادة الإنسان هي العلة التامة لإيجاد الفعل، فلماذا تصطدم إرادة الإنسان بحواجز يعجز عن رفعها؟ ولماذا لا يستطيع دفع القضاء الحتمي عن نفسه؟ هذا سؤال مهم نوجهه لأصحاب مذهب التفويض. نقول للمعتزلة: إذا كان الحق أن الإنسان يملك الحرية المطلقة وهو الفعال لما يشاء وفوض الله تبارك وتعالى إليه كل شيء، لماذا يعجز عن دفع القضاء الحتمي عن نفسه؟ طبعا مسألة القضاء والقدر سنناقشها بعد موضوعنا وهو موضوع الجبر والاختيار إن شاء الله، ونكتفي هنا بهذا المقدار لننتقل إلى الأمر بين الأمرين. قلنا إن الأقوال حين نلخصها بالنسبة إلى إرادة الإنسان وبالنسبة إلى حريته ممكن أن تكون عديدة، لكن تلخص في ثلاثة، في اتجاهات ثلاثة: الجبر، التفويض، والأمر بين الأمرين. هناك حوار بين الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وأحد أصحابه، يعني يأتي شخص فيسأل الإمام، وهذا الحوار القصير يدلنا على مذهب الإمامية في هذا الموضوع. يتوجه بالسؤال الأول فيقول: أجبر الله العباد على المعاصي؟ الجواب من الإمام الصادق عليه السلام: لا. يوجه سؤال ثاني: ففوض الأمر إليهم، يعني إذا كان الإنسان غير مجبور والله تبارك وتعالى لم يجبره على المعاصي، الله تبارك وتعالى لم يجبر العبد على المعاصي، فنتيجة ذلك هل تكون التفويض؟ ففوض الأمر إليهم، الجواب يأتي أيضا لا. السائل يتحير: إذا كان الجبر لا، إذا كان التفويض أيضا لا، يقول فماذا؟ يأتي الجواب: لطف من ربك بين ذلك، لطف من الله تبارك وتعالى بين ذلك، يعني بين هذا وذاك، لا كما يقول أصحاب الجبر ولا كما يقول أصحاب التفويض. في رواية أخرى نجد: لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين أو أمر بين أمرين. ولسنا بصدد بعض المناقشات اللغوية، يجب أن نقرأ لا جبر ولا تفويض، أو نقول لا جبر ولا تفويض، هذه مسائل خارج عن اختصاصنا فعلا، وإنما المهم أن نقول في منطق الإمام الصادق سلام الله عليه، في منطق أهل البيت، في منطق العترة الطاهرة، الرؤية الصحيحة للإسلام الجبر مرفوض والتفويض أيضا مرفوض، وإنما أمر بين أمرين. ما معنى أمر بين أمرين؟ نقول لما كان مذهب الجبر ينفي أي تأثير لإرادة الإنسان في أفعاله، ومذهب التفويض ينفي أي دخالة لإرادة الله تبارك وتعالى في أفعال الإنسان، جاء الأئمة عليهم السلام ليبطلوا كلا المذهبين. فالحقيقة
أن للإنسان الحرية في أفعاله، ولكن في ضمن إرادة الله تبارك وتعالى. هو حر ولكن ليس حرا مطلقا، وإنما حريته مقيدة في إطار الإرادة الإلهية. وبتعبير آخر نقول القدرة وجميع العوامل من الله تبارك وتعالى، أما استغلال هذه القدرة في طريق الخير أو الشر فإنه يكون من الإنسان. وهكذا نجد الله تبارك وتعالى لا يتحمل مسؤولية جميع الأفعال، بمعنى أن الإنسان لا يملك أي مسؤولية، لا يملك حرية التصرف، ولا بالعكس يلقي كل التبعة على الإنسان ويتخلى عن أي مصير حتمي جازم بشأنه. فإذا نقول إن القدرة على الفعل وجميع العوامل المؤدية للفعل كلها من الله تبارك وتعالى، ولكن هذه القدرة، هذه العضلات، هذه العوامل تستطيع أن تستغلها في طريق الخير، وتستطيع أن تستغلها في طريق الشر. فاستغلال هذه القدرة وهذه العوامل في كل من الطريقين منوط بإرادة الإنسان. ونتيجة لذلك نجد أنه لا جبر مطلق ولا تفويض مطلق، يعني لا جبر في الحقيقة ولا تفويض، وإنما هو أمر بين أمرين. حتى نوضح معنى أمر بين الأمرين من الناحية الاعتقادية نقول هناك تقسيم جيد في الأبحاث الفلسفية للفاعل إلى الفاعل ما منه الوجود والفاعل ما به الوجود، وكذلك الفاعل ما منه الحركة والفاعل ما به الحركة. لا مانع أن يجتمع فاعلان على فعل واحد، وليس هذا من توارد العلتين على معلول واحد، لأن المفروض العلتان المستقلتان، العلتان التامتان، يستحيل تواردهما على معلول واحد. لكن لا مانع من أن يكون هناك فاعل ما منه الوجود وفاعل ما به الوجود، ويصدر الفعل استنادا إليهما معا. كيف؟ نقول بالنسبة إلى الفاعل ما منه الوجود، الفاعل ما منه الوجود منحصر في الله تبارك وتعالى. يعني لاحظ أنك حين تقول الفاعل ما منه الوجود له مصداق واحد هو الله تبارك وتعالى ولا غير. لماذا؟ حلل المسألة في ذهنك أولا. ما منه الوجود يعني الفاعل الذي تكتسب الموجودات الوجود منه، واضح؟ الفاعل الذي تكتسب الموجودات وجودها منه يعني الخالق جل وعلا، يعني مصدر الوجود، يعني الوجود المطلق اللامحدود اللامتناهي الذي يهب الوجود للآخرين. الوجود المطلق، الوجود الواهب، الوجود المعطي، الوجود المطلق، كمال الوجود، الوجود الصرف، أي تعبير شئت عبر. نقول الوجود المطلق هو الذي يهب الوجود للموجودات، فإذا هو فاعل منه الوجود، الوجود يصدر منه، الوجود يصدر من الله تبارك وتعالى وينتسب إليه، فإذا فاعل منه الوجود. ولكن الفاعل ما به الوجود يمكن أن يكون أشعة الشمس، يمكن أن يكون التربة الصالحة، الماء العذب. لاحظ بذرة تضعها في الأرض، هناك عدة عوامل تلعب دورا في أن تتبدل هذه النبتة، هذه البذرة إلى نبتة وإلى شجرة باسقة،
تؤتي الثمار والفواكه وأنت تستفيد منها. لولا الله تبارك وتعالى لما نبتت هذه النبتة، لولا الخالق عز اسمه لما وجد شيء على ظهر الكون، لولا أشعة الشمس لما نبتت هذه النبتة، لولا التربة الصالحة لما نبتت هذه البذرة، لولا الماء لما استفدنا شيئا. مثلا بدل الماء العذب وجه مقدار من ماء البحيرة على هذه البذرة، لا تنبت، لا تتحول إلى نبتة، إلى شجرة باسقة، لا تؤتي ثمارها. التربة غير صالحة، أحيانا تجد أن التربة تحتاج إلى تحلية، إلى تعديل، إلى إزالة السبخة منها، إلى إزالة بعض الموانع منها. إذا كانت في التربة مواد قاتلة للزرع، متلفة للجذور، ماذا تقول؟ فإذا يجب توفر شروط معينة في التربة، يجب توفر الماء، يجب توفر أشعة الشمس. صحيح الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق نبتا فبقدرته وبما أنه معجز للخلق، طبعا الله تبارك وتعالى أسمى من أن يعجز الخلق، وإنما الرسول هو الذي يأتي بما يعجز البشر عنه فيستند إلى قدرة الله تبارك وتعالى. لكن لا بأس على سبيل تقريب المعنى إلى الذهن أن نقول بأن الله تبارك وتعالى يستطيع أن يخترق قوانين الطبيعة فيفعل شيئا. القوانين الطبيعية تقول بأن الإنسان يجب أن يحصل النطفة، الجنين يجب أن يحصل من نطفة الرجل وبيضة المرأة، ولكن الله تبارك وتعالى بمشيئته يخلق آدم من غير نطفة لأب وبويضة لأم، يخلق عيسى سلام الله عليه من دون نطفة لأب لكن مع وجود بويضة لأم. والقوانين الطبيعية يعني تتعلق مشيئته ويشاء الله تبارك وتعالى، لأنه في الحالات الاعتيادية يولد زيد وعمر وغيره من الآدميين من نطفة أب وبويضة أم. إذن الله تبارك وتعالى يستطيع أن يتحدى، أن يتجاوز القوانين الطبيعية إذا شاءت الحكمة ذلك، لا شيء يقيد إرادته. ولكن جرت سنة الله تبارك وتعالى على أن يستند أمر الخلق والكون إلى نظام معين. الله تبارك وتعالى كان بإمكانه أن يخلق كل هذا العالم في لحظة واحدة، ولكن نجد آيات عديدة تركز على هذا المعنى، أن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام. طيب في ستة أيام طبعا ليس المقصود في ستة أيام يعني ستة أيام ست 24 ساعة، لأن الأيام وال 24 ساعة هذه إنما حصلت، يعني هذا التقسيم إنما حصل من حركة الشمس، حركة الأرض، الأرض لها حركتان، حركة حول نفسها وحركة حول الشمس. فإذا هذه الحركة التي تستند إلى الليل والنهار حينما تكون حركة دائرية كاملة هذه تعتبر يوما واحدا. إذا قسمنا ذلك إلى 24 جزء تقريبا فيكون ذلك على أساس ساعة 24 وحدة زمنية نسميها 24 ساعة. طيب ليس المقصود باليوم هنا ستة أيام، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ليس المقصود أن الله تبارك وتعالى، لأن هذا كله حصل بعد أن وجدت الشمس وبعد أن وجدت الأرض بعد أن فصلت الأرض عن الشمس وهكذا، وبعد هذه الحركة التي انقسمت وتنظمت فيما بعد إلى أيام وإلى ساعات. لكن
الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة مراحل. طيب، ألم يكن بقدرة الله تبارك وتعالى أن يخلق كل هذا العالم بغمضة عين، بلمحة بصر؟ هو قادر على ذلك، ولكن جرت إرادته على أن تكون الدنيا دار الأسباب والمسببات. يكون هناك تأثير للقوانين الفيزيائية الكيميائية، القوانين الطبيعية تعمل عملها، القوانين الحسابية والهندسية تعمل عملها بانتظام. ولذلك نقول بأن لأشعة الشمس دورا في إنبات النبات، الماء، التربة الصالحة هذه. طيب، فيستند ازدهار النبات وحياة النبتة وحياة الشجرة تستند إلى الفاعل ما منه الوجود، الفاعل الذي أعطى الوجود وهو الله تبارك وتعالى، والفاعل ما به الوجود وهو عبارة عن الماء والتربة الصالحة وأشعة الشمس وأمثال ذلك، بحيث لولاها لما نبتت هذه البذرة. التقسيم الآخر نقول الفاعل ما منه الحركة والفاعل ما به الحركة، مشابه لذلك التقسيم. لاحظ، أنت تضع المفتاح في القفل في الباب وتحرك يدك، هنا حركتان ومصدران للحركة، في الحقيقة مصدران للحركة. تحريك اليد للمفتاح حين تحرك أنت المفتاح، وفتح المفتاح للقفل. فإذا أولا أنت تحرك المفتاح، المفتاح حين يتحرك يحرك شيئا معينا في القفل فينفتح الباب. اليد هي فاعلة للحركة والحركة صادرة منها، والمفتاح فاعل للحركة أيضا، لكن الحركة قائمة به. لاحظوا الفرق بين التعبيرين، اليد فاعلة الحركة والحركة صادرة منها، المفتاح فاعل للحركة ولكن الحركة قائمة به. فلاحظوا نحو الانتساب، انتساب فتح الباب إلى اليد هو انتساب صدور الحركة، وبالنسبة إلى المفتاح نقول الحركة قائمة بالمفتاح. لهذا المصطلح الدقيق يقول الفاعل ما منه الحركة والفاعل ما به الحركة. بالنسبة للوجود، الفاعل ما منه الوجود والفاعل ما به الوجود. الفاعل ما منه الوجود منحصر في الله تبارك وتعالى، لكن الفاعل ما به الوجود يمكن أن يكون مجموعة من العوامل. إذا عرفنا ذلك نقول أفعال الإنسان قائمة بقدرته، كل فعل يصدر من الإنسان فإنما هو قائم بقدرته، لكن الله تبارك وتعالى أعطاه هذه القدرة، الله تبارك وتعالى خلق هذه القدرة فيه. فإذن إذا كان المعنى هو الجبر هنا، نقول لو كان الجبر هنا لم يكن معنى لأن تكون الأفعال قائمة بقدرته، ولو كان التفويض هنا صحيحا لا معنى لأن الله تبارك وتعالى يعطيه القدرة. فإذن لا هذا ولا ذاك، وإنما الاثنان يتعاونان، الأفعال قائمة بقدرته لكن الله تبارك وتعالى أعطاه هذه القدرة. فإذن الإنسان يملك حرية التصرف، له القدرة على الحركة، ولكن هذه القدرة موجودة في إطار القدرة الإلهية والمشيئة الإلهية. إذن نقول أفعال الإنسان قائمة بقدرته، لكن الله تبارك وتعالى هو خالق القدرة فيه، فالله تبارك وتعالى فاعل منه القدرة، والإنسان فاعل به تقوم القدرة، على غرار ما قلنا في الوجود والحركة.
فإن استغل هذه القدرة في طريق الخير والأفعال الصالحة كان الفضل لله تبارك وتعالى حيث وهبه القدرة على الفعل، وله أيضا لأن القدرة على الفعل قامت به. تلاحظ كيف يتلائم الأمران معا، كيف تجتمع القدرتان معا، كيف يكون الفعل الصادر من الإنسان منتسبا إلى إرادته وقدرته من جانب، وإلى قدرة الله تبارك وتعالى من جانب آخر، إلى مشيئته من جانب ومشيئة الله تبارك وتعالى من جانب آخر. فإن استغل قدرته في الأعمال الصالحة، في طريق الخير، في طريق الطاعة، يكون الفضل حينئذ لله تبارك وتعالى وله. الفضل لله تبارك وتعالى لأنه هب القدرة. القدرة له، الفضل أيضا له لأن القدرة قامت به. أما إذا استغلها، يعني استغل القدرة في طريق الشر والأفعال الصالحة للصالحة، الأفعال السيئة، كان الندم واللوم والعتب متوجها عليه فقط، لأن سوء اختياره هو الذي أدى إلى ذلك، ولا يستند إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا نجد أن الحسنة تنسب إلى الله تبارك وتعالى والسيئة تنسب إلى الإنسان. الحسنة تنسب إلى الله تبارك وتعالى لأنه هو الذي مهد هذا للإنسان، ولكن السيئة تنسب للإنسان لأنه أساء التصرف، بسوء اختياره اختار طريق الفساد، ولم يكن الله تبارك وتعالى ليجبره على ذلك حيث وهبه القدرة. هناك مثال جيد يذكره سيدنا الأستاذ آية الله العظمى السيد الخوي دام ظله في كتاب البيان في تفسير القرآن، يوضح في هذا المثال كيفية الأمر بين الأمرين. لاحظوا، هناك مريض مصاب بالشلل، وهناك طبيب، وهناك جهاز كهربائي. هذا المريض المصاب بالشلل يده لا تتحرك، يراجع طبيبا معينا. الطبيب الحاذق يأتي بجهاز، يستورد جهازا، يشتري جهازا صنعه متخصص آخر. هذا الجهاز موصول بالكهرباء، هذا الجهاز الكهربائي يمده بشكل معين ويربطه بعضلات وأعصاب معينة، ثم يشعل هذا الجهاز. فائدة هذا الجهاز أنه بفضل التيار الكهربائي يحدث ارتعاشات وتموجات معينة، هذه الارتعاشات والتموجات تحرك السلسلة العصبية، السلسلة العصبية في هذا الإنسان المصاب بالشلل تحرك العضلات فتتحرك باليد، يعني تصبح قابلة لأن تتحرك، لا تتحرك تلقائيا. فإذا أراد الإنسان المصاب بالشلل في هذه الحالة أن يرفع كتابا، يستطيع أن يرفع الكتاب. ولولا ذلك الجهاز، ولاحظوا الدقة في مثال، لولا ذلك الجهاز الكهربائي أولا، ولولا وجود الطبيب الذي يستطيع تحريك هذا الجهاز ويوصله بالكهرباء ثانيا، فإنه مهما أراد أن يرفع هذا الكتاب لا يستطيع، لأن يده شلاء، لأن يده مصابة بالشلل. فإذن هو يريد أن يحرك يده، هو يريد أن يرفع كتابا بيده، ولكن الشلل يمنعه. فوجود الجهاز أولا، ووجود الطبيب المتخصص الذي يحرك هذا الجهاز ويشغله ثم يشعل فيسري التيار الكهربائي ويتحرك، يجعله قادرا على أن يحرك يده. في هذه الصورة هل ترون أن
حركة هذا الإنسان، حركة هذه اليد، الفعل الذي صدر من هذا يستند إلى عامل معين أو مجموعة العوامل. الفعل هنا نفترض أنه فتح الكتاب، أكل شيء، مصابحة شخص، يستند إلى الشخص المصاب بالشلل لأنه استعمل إرادته، استعمل حريته، صمم ونفذ ما صمم، ولكنه مستند للطبيب أيضا ومستند إلى الجهاز الكهربائي. سأقرأ عليكم العبارة من البيان في تفسير القرآن، وأرجو أن تتابعوا معي ما ورد في هذه العبارة بدقة لتروا كيف أن الأمر بين الأمرين مسألة طبيعية تستند فيها إرادة، تستند فيها أفعال الإنسان إلى إرادته من جانب وإلى مشيئة الله تبارك وتعالى من جانب آخر. لنفرض إنسانا كانت يده شلاء، يعني مصاب بالشلل، لا يستطيع تحريكها بنفسه، وقد استطاع الطبيب بأن يوجد فيها حركة إرادية. ولاحظوا الأهمية في هذا التعبير، حركة إرادية لا حركة قسرية، لا حركة تلقائية، لأنك تستطيع أن تحرك أي شيء بربطه بالجهاز الكهربائي وتشعل الجهاز فيتحرك تلقائيا، يعني من دون اختيار، ليست حركة إرادية. لا، هذه الحركة الإرادية معناها أنه متى استطاع الإنسان أن يوقف يده يستطيع، متى أن يحرك يستطيع، وإرادته هي التي، رغبته هي التي تحدد وتعين نوعية العمل وكيفية التصرف. فإذا نقول لنفرض إنسان كانت يده شلاء لا يستطيع تحريكها بنفسه، وقد استطاع الطبيب بأن يوجد فيها في اليد حركة إرادية وقتية بواسطة قوة الكهرباء، التيار الكهربائي الذي جاري، بحيث هذا الجهاز ماذا الذي أمده به؟ بحيث أصبح الرجل يستطيع تحريك يده بنفسه، لا يحركها شخص آخر، هو الذي يحرك يده، ولكن متى وصلها الطبيب بسلك الكهرباء؟ وإذا انفصلت، يعني اليد، عن مصدر القوة لم يمكنه تحريكها أصلا. يعني إذا هذا الجهاز رفع عن يدك، عن يد هذا المريض في المثال، أو قطع الطبيب التيار الكهربائي، فلا يستطيع حتى ولو أراد، حتى ولو صمم، حتى ولو له كانت له الهمة القوية، لا يستطيع أن يحركها. وإذا انفصلت عن مصدر القوة لم يمكنه تحريكها. فإن وصل الطبيب هذه اليد المريضة بالسلك للتجربة مثلا، يريد أن يجرب، يرى هل تعمل هذه اليد بهذا الجهاز، هل ينجح هذا الجهاز في أداء المهمة. فإن وصل الطبيب هذه اليد المريضة بالسلك للتجربة مثلا، وابتدأ ذلك الرجل المريض بتحريك يده ومباشرة الأعمال بها، والطبيب يمده بالقوة في كل آن، وهذا هو المهم، يعني في كل لحظة الطبيب يمده بالقوة، بالحركة، بالتيار الكهربائي الموصول، ونتيجة لذلك هو لا يملك القدرة على تحريك يده بنفسه، ولكن بفضل الجهاز الطبيب يمده بالحركة في كل آن، يمده بالقوة في كل آن. طيب، في هذه اللحظة هل الفخر له فقط؟ إذا قلت الفخر له فقط فقد أنكرت دور الطبيب، تناسيت دوره الأساسي الحيوي. لماذا المئات من المصابين بالشلل غير هذا لا يستطيع أن يحركون أيديهم، لكن هذا يستطيع أن يحرك يده؟ لماذا تغافلت وتناسيت دور الطبيب؟ هل تستطيع أن تقول بأن الطبيب هو الذي، الجهاز هو الذي يحرك؟
نقول لا، لأن الحركة المفروض أنها حركة إرادية ليست حركة قسرية. يعني ليس بهذا الشكل بمجرد أن يربط الطبيب هذا الجهاز فاليد تتحرك تلقائيا، لا، إذا ربط الجهاز فإن المريض يستطيع أن يحرك يده كأي حالة اعتيادية. فنقول فلا شبهة في أن تحريك الرجل ليده في هذه الحال من الأمر بين الأمرين. لماذا؟ فلا يستند إلى الرجل مستقلا لأنه موقوف على إيصال القوة إلى يده، وقد فرضنا أنها بفعل الطبيب، ولا يستند إلى الطبيب مستقلا لأن التحريك قد أصدره الرجل بإرادته، فالفاعل لم يجبر على فعله. لماذا؟ لأنه مريد، لأنه أراد ذلك، ولم يفوض إليه الفعل بجميع مبادئه. لماذا؟ لأن المدد من غيره. لاحظوا الدقة، لأنه مريد، لأنه المدد من غيره، فالعاملان مشتركان، هو يحرك يده بإرادته بتصميمه بعزمه، من جانب آخر المدد من غيره يمده بالقوة في كل آن، ركزوا على هذا التعبير، يمده بالقوة في كل آن عن طريق الجهاز، عن طريق التيار الكهربائي. فالفاعل لم يجبر على فعله لأنه مريد، ولم يفوض إليه الفعل بجميع مبادئه لأن المدد من غيره. وهكذا ينتهي صاحب البيان إلى هذه الجملة، يقول والأفعال الصادرة من الظالمين المختارين كلها من هذا النوع. مرة يكون ظالم مجبر، مرة يكون ظالم لا يملك اختيار، مكره، مسألة أخرى. لا، نتحدث عن الظالم المختار. نقول والأفعال الصادرة من الظالمين المختارين كلها من هذا النوع، فالفعل صادر بمشيئة العبد، ولا يشاء العبد شيئا إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. قلنا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا بمشيئة الله، لا ولا يشاء العبد شيئا إلا ما تعلقت مشيئة الله به، فيكون اجتماع الاثنين على معلول واحد، أو بعبارة أخرى يكون قد استند هذا الفعل إلى مشيئة الله فلا دور لمشيئة العبد في ذلك. لا، نقول شاء الله تبارك وتعالى أن يكون الإنسان صاحب مشيئة وصاحب اختيار وقدرة على الموازنة واختيار في الفعل والترك، في أن يفعل وأن يدع، في أن يقدم أو يحجم. فالفعل صادر بمشيئة العبد، ولا يشاء العبد شيئا إلا بمشيئة الله، والآيات القرآنية كلها تشير إلى هذا. إذن نقول الأمر بين الأمرين فهمناه، لا جبر مطلق ولا تفويض مطلق، وإنما فكرة الجبر منفية، فكرة التفويض مرفوعة. الحقيقة أن القدرة وجميع الوسائل والمقدمات تحصل من الله تبارك وتعالى. الله هو الذي زودنا بالقدرة، هو الذي زودنا بالمشيئة، هو الذي زودنا بالاختيار، هو الذي أمدنا بالعضلات، هو الذي أمدنا بالسلسلة العصبية، هو الذي خلقنا. إذن هذه كلها مستندة إلى الله تبارك وتعالى باعتبار أنه فاعل منه الوجود، أن هذا كله نستمده من الله تبارك وتعالى. ولكن حيث شاء لنا أن نكون مختارين، حيث خلقنا مختارين، فهنا نملك حرية التصرف، نملك المشيئة، وبناء على ذلك نقول الأمر بين الأمرين، بمعنى أن القدرة على الفعل من الله تبارك وتعالى، جميع العوامل المؤدية إلى الفعل من الله تبارك وتعالى، ولكن استغلال هذه القدرة في طريق الخير أو في طريق الشر منوط بإرادة الإنسان واختياره. وبهذا نفهم أنه لا جبر ولا تفويض، بل
أمر بين أمرين، وفي عبارة أخرى لطف من ربك، ليس هذا ولا ذاك. هناك تتمة بسيطة لهذا الموضوع وتوضيح له يأتي بعد ذكرنا لموضوع القضاء والقدر إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن الله نستمد التوفيق في أن يهدينا إلى سواء الطريق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.